سمعت عن الغلطة اللي خلت الناس تهاجم وتقلب على تطبيق شيئين؟ في يوم عادي صحي الناس لقوا تطبيق شيئين منزل سجادات صلاة للبيع. راح تحكي لي طيب شو المشكلة؟ المشكلة يا صديقي انه تطبيق شيئين المفضل عند الصبايا عم ببيع سجادة الصلاة على انها سجادة للزينة، لا ومسمينها سجادة يونانية. السوشيال ميديا قلبت عليهم لحد ما طلع التطبيق واعتذر وشال السجادة من المتجر. الصفحة الرسمية للتطبيق نزلت بوست واعتذرت فيه عن جهلها بالثقافات والديانات. شيئين وعدت الناس انها تقرأ اكثر وتدقق باي منتج قبل ما ينزل حتى يتأكدوا انهم ما يسيئوا لحدا. هسا احكي لي